احب هي يعني اسالك انا عارفه عن الاخ انيميا ام كتير. محمد بخصوص الالم، نعم دكتور. يمتد من منطقه الورك ليوين يوصل للركبه او للقدم؟ للركبه للركبه يعني للركبه الالم ما يعبر بعد الركبه؟ ما يعبر، لا 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 ما يعبر. للركبه ما حتى بدأت ينقطع ما اقدر اتنفس. نعم. طبعا هاي الحالة شائعة جدا، نعم أنه الألم يمتد من منطقة الورك إلى ما للركبة، ما يتجاوز الركبة، نادرا أن يتجاوز الركبة، وهي منتشرة جدا، وأكثر الناس يعني لا تميز بينها وبين الانزلاق الغضروفي. نعم بينما هذه الحالة الشائعة اللي احنا نقدر يعني نشخصها من خلال سؤال المريض عن تاريخ المرض وغيرها، من خلال الفحص الطبي، هي حالة التهاب بالمفصل الرابط بين عظم العجز وعظم الورك. نعم حالة شائعة جدا، وسببها أما التهاب بهذا المفصل أو سوفان نعم عند كبار العمر، أو أحيانا نتيجة تعرضه إلى ضربة معينة أو فد خلل معين. فبالنتيجة العلاج مالتها جدا سهل إذا نعم لم تستجب إلى الأدوية الطبية وإلى العلاج التحفظي، فممكن إجراء حقن لهذا المفصل ويكون العلاج يعني إن شاء الله سهل. هذا نعم كله إذا كان بعد مشاهدة المريض وتشخيص الحالة وأنه السبب هو هذا المفصل. نعم يعني دكتور انه يتشخص قلت لي سريريا سريريا فقط، ما يحتاج لا أشعة ولا رنين على مدة يتشخص. هيك حالة الرنين راح يفيدنا لاستبعاد الأسباب الأخرى، الأسباب الأخرى نعم وإنما ليس لتشخيص المرض نفسه. نعم يعني معناها أم محمد تقدرين تستفادين على الأعراض اللي عندش من عيادات طب الألم مثل ما دا يقول دكتور أياد، وممكن تداخل إنه جدا بسيط مثل ما ذكر حتى تتخلصين من هذه الآلام اللي بقت عندش ما بعد خلينا نقول معاناتش من الانزلاق سابقا.